إذا ما حلينا هالشغل الأمريكان رح يوجعونا راسنا. بدك ما تواخذني، أنت عندك دليل يدعم كلامك؟ دليلي هو جوات السي آي إيه. إذا بمسك اللي قتلوا جوزيف بقدر حل القضية. سيدي إجوا الأمريكان وطالبين يقابلوك. أهلا وسهلا. شو هالمنظر؟ هيك أنتوا بتعاملوا المجرمين؟ نحن جايين منشان نحقق مع مراد على مدار، بس شكله هو عم يحقق معكم. لا أنا بدي حقق. لك شو عم تعملوا؟ لا شكلكم جنيتوا على الآخر. إذا بيصير علي شي هون بهد المحل فوق راسكم، فهمت؟ تيجي بتعمل مشكلة فوق هيك بدك تحاسبنا؟ أنت مو جاي لهون لحتى تحقق؟ أنا رح أحكي لك القصة، بس بالأول أنت بدك تحكي لي شغلي. تعال وقف جنبه. كيف بتفكروا تعتدوا على عائلتي وتطلعوا منا بدون ما يسرقكم شي؟ حمار ولا؟ مفكرين انه ما رح ارجع ودفعكم ثمن اللي عملتوه؟ اذا مره تانية بتقربوا من بيتي او من امي او من ابي او من مرتي او من بنتي او من اللي بحبهم، مو اذا بترفعوا ايدكم عليهم، اذا بتلمسون باصابعكم، ما رح اترك عظمه وحده ما اكسر لكم اياها. عم تفهم الكلام؟ عم تفهم ولا؟ فهمت. هلا بنجي للمهم. ليلي قتل رفيقكم جوزيف، عمومي ماتي نهاد صاير له شي، جامع حوالي زمرة قبضايات وعامل عراب مافيا. ما بيصير شي، امك بتعرف كيف تشد له اذنه. عمي انت ما بتعرف شو عم بيصير، نهاد مفكر انه في شي بيناتنا. شو يعني هالحكي؟ شلون بيفكر بهيك شي؟ لما اجا هداك اليوم لبيتك شاف بوطي عندك، لهيك شك. ماشي سلوى انا جاي، ما حدا يروح على محل. شو مع مين عم تحكي؟ نهاد شو عم تعمل؟ انتي ما بدك تحطي عقلك براسك، ما عاد في طلعة عن كلمتي، ولا بتخطي خطوة بدون علمي. القصة مو مثل ما مفكر، هداك اليوم كنت ببيت العمة ماتي لسبب تاني. أنا ما عم فكر بشي أبدا، وانتي ما تقولي شي أبدا، القضية تسكرت وما رح تنفتح. شوفي أمي نهاد جن على الآخر، احكي معه. نهاد أخوك صار رب الأسرة، وكل شي بيقوله رح يصير. لا تنور هيك بأصابعك، هيك بتخلي الواحد يعصب. تك 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 تك. المساومات شكلها رح تطول كتير. طلع انكسرت ايد الزلمة. معلم ليش مراد تركن يروحوا؟ برأيه هيك عم يتفاوض مع السي آي إيه. يلا شغل. لشو لكن نلاحقون معلم؟ بلا ما نخربط الجو نحنا. بلا ما شو؟ بلا هالعلاك المصدي تبعك. انت سمعت حدا عنده قوة بيحكي هيك؟ انا بدي اتخربط الجو حتى ناخد منهم فرمان، فهمت؟ شو
قراغة، في شكوى عليك، بدك تروح معنا. وإذا ما رحت شو؟ زينب رجع المسدس. زينة روح استناني بالمكتب. سيدي عم نتلاحق، يراقبوني من المركز. ايه مفهوم. الشخص اللي عم يلاحقكم هو كارا. الشخص اللي عم يلاحقكم هو كارا. توجهوا للموقع 50 لنعمل إجراءاتنا. معلم، برأيك الأمريكان رح يوافقوا على اللقاء معك؟ رح يوافقوا يا عبد الحي، لأنه المجبورين يتأكدوا المدسوسين بيناتهم قتلوا رئيس مركزهم. ما في إمكانية إنه ما يبحثوا بالشغلة. لهلا ما أجا ميماتي؟ لا معلم، ما اجته فرصة لسه. ما بيطلع من الحالة قبل ما يشوفني ضعيف. معلم، غيابك تعبني أكتر الكل. كارا من جهة والأخمة ماتي من جهة تانية. ايه؟ القعدة محلي إلى تمن، بدك تتحمل. وانت كمان؟ شو الشي اللي عملته برات خطك؟ الوراق كله بأمان؟ بأمان معلم. منيح، حاليا خليهن، خلينا نتجاوز المشكلة تبعنا. معلم، إذا الأمريكان وافقوا على اللقاء معك، وين بدكم تلتقوا؟ وين ما بيقولوا رح روحوا لأيون. الشيء المهم هلا يا عبد الحي إنه أنقذ حياة فرمان. عفوا، مريضتكم طلعت من العناية، تقدروا تشوفوها. كيف وضعها؟ هي تجاوزت مرحلة الخطر، بس مصدومة كتير لأنها فقدت طفلة، لهيك ما عم تحكي مع حدا. الحمد لله على سلامتك. بعرف انه حجم الوجع يلي عشتيه كبير، ويلي عمل معك هيك رح دفعه التمن. عم نتباهى لأنه ما عم نقول للأمريكان أمركم مثل الأول. شوف الجماعة عاملين قواعد بكل مكان باسطنبول، مو فارقة معهم بنوب. معلم عم يلاحقونا، شايف سيارة جاي ورانا. هدول بدهم يرشونا، انتبه منيح. ليك رح نط بهذا الفراغ هنيك، انت كمل اوعك توقف. ها فهمت ما هيك؟ مفهوم امرك معلم، مثل ما بدك.
تفكر فيها كتير، ما بصير شي، ما بصير شي، لا تشغل بالك. أستغفر الله. دقيقة سيد مماتي، لأعطي خبر أنك جاي. معلش أنت لا تتعب حالك، أنا بعرف كيف أعطيه خبر أني جيت. ممكن تعطيني سلاحك؟ بالعادة لازم أخذ روحك على كلامك هاد، لأنك عم تقلل احترامي، بس ما خرجك. نزلوا سلاحكم شباب. انت شو لك شغل هون؟ نهاد شاكر عم ينتظرك جوا. ولك انتو شو جابكم مرة تانية لهون؟ لا تعصبوني ولا بدفنكم كلكم جم شاكر. أهلا وسهلا بميماتي. فعلا هذا اللي ناقصني. تعال بدي أحكي أنا وياك دقيقتين. عم اسمعك، تفضل. ابني أنا بعرف ليش أنت عم تعمل هيك، بس يلي عم تعمله غلط، مو مثل مالك مفكر. ليك ميماتي، أنا ما عم فكر بشي أبدا، بس لأنه ناديناك عمنا أنت فكرت حالك شغلة، نسيت مكانتك. الزام حدودك، هذا اللي بتعمله فينا بعد ما اعتبرناك واحد من العيلة؟ نسرين، انت منتبهة على اللي عم تقولي؟ انا منتبهة كتير منيح. كرمال خاطر شاكر ما رح ردع كلامك وما رح احكي شي. وهي اخر منيحة معكم. رئيس ميماتي يمكن نسي مين نحن منكون، بتروحوا بتذكروا منيح. شبك ابني؟ ليش عم تبكي؟ يا روحي أنا. حبيبي أنت، لا تبكي حبيبي، شايف ما في أحلى من الرواق. لشو البكي؟ إذا بتسمح لي أغا بدي طعمي وجبته، لما بيتأخر بصير يبكي. قديش صار عمره؟ 3 شهور. وليش عم تشربي الولد حليب بودرة؟ ليش ما عم ترضعي؟ لأنه ما إجاني. مخطي على الولد هيك؟ ليش ما لقيت وحدة ترضعه؟
ما حبت ترضعوا وحده ثانيه. ما بصير هذا الشيء. لازم تلاقوا وحده من القرايبين تبعكم خليها ترضع اختي. بامرك يا اغا. لا 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 لا. اغا لقينا الست دجله موجوده هلا بمشفى مراد علمدار. شلون وضعها؟ تجاوزت الخطر وصارت منيحه. بالنسبه للطفل اطلع لبرا. لأولي بماتي طول كتير. حاضر معلم. معلم في شي خبر من الأمريكان؟ لسه بس رح يتصلوا. نحن يمكن عم نغلط معلم، لأنه لازم نروح لعن شارون. شارون عم يستخدم CIA. بالأول لازم نقطع هذا الرابط. بس نحن عم نغامر بحياة فرمان. ليش عنا لحظة ما عم نغامر فيها؟ إجا كارا معلم. في شي جديد عندك؟ رحت وشفت جماعة CIA وعم استنى منهم خبر. هيك بينت. يعني انتو مو ناويين تعملوا شي؟ انت فيك تعمل لحالك. حدا مسكك شي؟ ماشي، بس اذا انا بلشت اعمل شي رح بلش من زلمتك. هاد بلش لشوف؟ عم تنفخ حالك قدام معلمك، بس قدام الامريكان كنت عم ترجف، ما انك متذكر. خلصنا كارا، انت ارتكبت غلطة وابنك عم يدفع ثمنها. إذا بتغلط مرة تانية ما رح اسمح لحدا غيرك يدفع الثمن. عم تفهم علي؟ مراد علمدار، ما في مبرر لكل يلي عمله زلمتك. وهي في لها مبرر شي؟ مظبوطين، بس منين طلعوا هدول؟ هدول لقيناهم بدرج شارون. لشو كانوا عن شارون؟ شو بده يعمل بهدول الصور؟ كارل، مين هدول الصور؟ هدول الصور من وقت شغل متى. أخذولنا إياه ونحن عم نساوم البشمرقة بشمال العراق. أنت كل مشكلتك كانت مشان هدول؟ طيب وأبو الجرافي كمان بشمرقة؟ مين؟ هاد؟ هذا اسمه يعقوب من عشيرة ميرك، بس هذا رجال تمام. فعلا رجال تمام. هذا يلي عم يدير كل عمليات الموساد بالمنطقة. يعقوب؟ انتو عم تمزحوا معي ما هيك؟ ليش لنمزح؟ زلمته لشارون. شو؟
يعني هذا يهودي؟ فيك تقول عنه صهيوني، أخذ على عاتقه مهمة تأسيس إسرائيل الكبرى، وهو من أهم رجال الموساد. الموساد استخدمكم بدون ما تعرفوا. أنا شاركت مع هدول بعمليات كتيرة، معناتها حملنا أكبر أعدائنا على ظهرنا وما عنا خبر. وهلأ اللي لشوف هالشغلة كانت غلطة ولا خيانة ولا إهانة؟ غلطة، بس هي غلطة كبيرة. لو تعرف إحساسي، عم توجع لي قلبي أكتر من الخيانة. الغلطة فيها خط رجع، بس الخيانة أكيد لا. دار قال مو هو يلي قتل جوزيف. تعذبت كتير حتى خليته يعترف؟ سيدي أنا برأيي عم يقول الحقيقة. ليش؟ لو حب كان خلص علينا وطلب إنه يقابلك شخصيا. إذا طالب يقابلني يجي ويسلم حاله. سيدي عم يقول اللي قتلوا جوزيف موجودين بيناتنا، وقال بده يقلك مين هني. الجمهورية التركية عم بتحارب بنية الدولة اللي عم نأسسها نفسياً، وطبعاً مترافق هذا الشيء مع الحرب المسلحة. بده يكون شعبنا خايف ومتردد من شان ما يوثق أبداً من إعادة بنائنا كبديل للدولة. أهمية هذا الموضوع للثورة ما بتقل عن أهمية الكفاح المسلح. سيد الرئيس، إقناع شعبنا بالمدينة بهي البنية مانو بالسهولة مثل ما بتعتقد. لهلأ قسم كبير من شعبنا بيوثق بمؤسسات الحكومة. رفيقة زارة، انت يا ترى فقدتي ايمانك بالثورة ولا ايمانك بقيادتنا الحكيمة؟ يا رفيق جمال، شعبنا لسه ما عنده الوعي اللازم. بالاول لازم نكمل مرحلة التوعية للثورة، وبعدها منكون استراتيجية للحرب على كل النواحي، الحرب النفسية والعسكرية. الرفيقة زارة معها حق من الناحية النظرية، بس التطبيق على الأرض عم يفرض علينا نطبق بنية الدولة بأسرع وقت ممكن. لهيك لازم نخطي الخطوة الأولى بأسرع وقت ونبلش بمحاكمة هذا الإقطاعي لتكون البداية. فيكن دخلوا الطرفين.
على مهلك شباب، على مهلك. فكوا. مستغرب ما هيك يا ذو الفقار؟ لتاريخ هذا اليوم وانت ساند ظهرك على مراكز قوة الجمهورية التركية المظلمة واستغليت شعبنا، وأول مرة رح تدفع حسابك لشعبنا. انتو جايين بدكم تحاسبوني ما هيك؟ من 50 سنة وانتو عم تمصوا دم هالشعب المسكين. انتبه ولا تنسى مع مين عم تحكي. انا عم بحكي مع السفلي بالطريقة اللي بيفهموا فيها. اخ شو عم تعمل؟ فكر حالك بمحكمة الجمهورية التركية؟ نحن هون يا رفيق لنطبق العدالة وننصف شعبنا. اتفضل قول يا رفيقنا الكادح، شو هي شكواك من أجير الكمبرادورية هذا؟ شغلني مثل العبيد سائق على الطرقات، رحت طلبت حقي منه، أمر بكسر إيدي. واحد وقح وغدار. الشوفيرية التانيين مسحوقين مثلي، قلت لهم تعالوا لنطالب بحقنا منه، قالوا لي مين هذا اللي بده يدافع عن حقوقنا؟ هلأ صار في بنية بتدافع عن حقوق شعبنا. نحن مع أبناء شعبنا الكادحين، مع أبناء شعبنا المسحوقين والمظلومين. شبك يا رفيق جمال، نحن هون بقاعة محكمة. ذو الفقار، شو بتقول عن هاي الادعاءات؟ من كل عقلكم مؤسسين لي هالمحكمة هاي وجايين لحتى تحاكموني؟ ليش مين بتكونوا انتو؟ أنا ما رح رد على هذا التهريج أبداً. اعملوا اللي بدكم تعملوه، ما بيهمني أبداً. بالأول لازم تبطل تتوقح معنا. لك ليش مين انت أساساً حتى أقدم لك احترامي؟ من إمتى قطاع الطرق عندهم عدالة حتى يوزعوه على التانيين؟ خدوا له الوقح وعلموه الاحترام، واشرحوا له منيح للقطاعي شو معنات قلة الاحترام لشعبنا وقيادتنا. ولما بيقرر يحترم عدالتنا ويبطل يتوقح معنا، وقتها بتجيبوه لنحاكمه. على مهلك قلت لك، على مهلك. سيادة المدعية، ما عم تحكي مع حدا. اجوا الشرطة الصبح بكير مشان ياخذوا إفادتها، بس المسكينة ما حكيت معهم ولا كلمة. دكتورة، الظاهر مراد حول هاي الشغلة علينا نحن الاثنين. سيادة المدعية، فكرت انها ما عم تحكي لانها فقدت جنينة، بس برأيي ما كان بدها الحمل. كانت ردة الفعل الاولى لما قلنا لها فقدتي جنينك انها ابتسمت. وقفي عندك، وقفي وقفي. يا مدام كل شي بيتصلح. اتركوني موت. مو انت اللي لازم تموتي. بقدر أعيش هذا الشيء مرة تانية، بكفي. من هلأ ورايح حدا رح يقدر يلمسك، لا تشغلي بالك. أعطيك معلم. إذا في أعطيني أنينة راحة بال. طيب راح أعطيك مثل كل مرة معلم. فوراً فضلوا المحل ابني وبتغيروا هاي الموسيقى. لا تتدخلوا بالناس، ماني قاعد كتير. سيد ميماتي ما تواخذني، بس أنا لازم روح. روح، الله معك.
بدي تنزلوا لتحت وتستخو أكلة مرتبة لهالوقح ميماتي. ذكروا من باب مين أكل الخبز. يلا يلا شباب. معلم إجو اختفي قبل ما تنكسر هي العصاير على رأسك. ميماتي باش في إلك عنا سلام خاص. مثل ما فتوا طلعوا يا ولد بلا ما فيش غلي فيكم. لا خوفتني كتير. وهذا كمان ما بيخاف كتير. معلم يمكن صار لنا زمان ما شمرنا عن زنودنا، لهيك الكلاب والواوية فكروا حالهم صاروا بني آدمين. نحن قلنا لحالنا بركي بيفهموا بدون ما نشمر عن زنودنا، بس الهيئة ما مشي الحال. انت من مين كنت جايب لي السلام؟ من المعلم نهاد. هذا شو اللي عم بيقوله؟ بحكي لك معلم، ابن مبارح تبعنا كبر ومشي مع منفخت هدول وقرر يصير شاكر الجديد. يمكن يا بيماتي دللت هالولاد كتير. معك حق معلم. واوي كلب. ألو؟ ها؟ شو خير معلم؟ اتصلوا الأمريكان فينا طالبيني يقابلوني. معلم وأنت دللت هدول كتير. معك حق يا بيماتي. صبري عم تدور على هاد؟ انت شو جابك لهون بهالوقت هاد؟ فيق السيد المحترم بدي شوفه هلأ. انت بتعرف قديش الساعة؟ ما بقدر فيقه بهالوقت. صبري السيد المحترم رح يفيق، يا أما أنت يلي رح تفيقه يا أما أنا فيقه. قوم. أهلا وسهلا معلم. مرحبا. مرحبا بس لعابد. ميماتي صرت تعرفه منيح، بدك تسيره شوي. وأنا ما قال شي معلم. عرفتوا وين مكان اللقاء؟ ايه عرفناه، محل ما في مشاكل، مطعم البرج بسهل بالك. البرج؟ اهلا وسهلا. متك كان له علاقه مع جهاز الموساد، كنت بتعرف هالشي؟ يعني جايب هالوقت مشان هيك؟ ليش في وقت الخاين؟ مين اللي قدر يشحنك هيك؟
الجماعة قدروا يستخدمونا بكل إمكانياتنا. شلون بيخبي عني متى هيك شيء؟ روح اسأله قلو ليش عم سألني لي أنا؟ أنت كان معك خبر بهالشي؟ شو أنت هلأ جاي تحقق معي يعني؟ لا طبعاً، أنا عم دور على أجوبة لأسئلتي. أنا مو بالعادة إني أترك أسئلة أولادي بدون جواب، بس أنت عم تتجاوز حدودك، عم بتحاول تحاسبني وواضح هذا الشيء. سيدي بدكن تعذروه لأنه الأمريكان أخذوا له ابنه، وإلا كارا ما كان بيتجاوز حدوده. وليش أنا ما معي خبر بهذا الشيء؟ ابن كارا هو ابننا وابن هذا البلد كمان. ريح بالك كارا، لسه ما متنا، راح منجيب ابنك كرمالك، راح ندفع الثمن شو ما كان. لازم تصفوا سيارتكم هون. بس السيد مراد على المدار. ولازم اخذ سلاحك. جوزيف حكى كتير عنك بالتقارير تبعه، كتب انك شخص كتير خطير، بس يبدو انه المرحوم ما انتبه لتحذيراته اللي كتبها بايده. لو كنت انا يلي قتلت جوزيف، لا كنتوا رح تلاقوا جسته ولا كنتوا رح تلاقوا اثر يدل علي. جوزيف كتب بتقاريره كمان انك كتير واثق من نفسك. بما اني هون معك معناتها جوزيف معه حق بهذا الموضوع. هالقهوة الطيبة ما ممكن الواحد يتخلى عنها بتركيا. إذا القصة قصة قهوة بسيطة، لا تضيع وقتك بتركيا على الفاضي، قد ما بدك ببعث لك بالشحن. القهوة التركية ما لها هذا الطعم بغير محل، طيبة مثل ما وصفوا لي إياها. قالوا لي بدك تعطيني معلومات مهمة عن مقتل جوزيف. ايه بس بالمقابل بدي منك شغلة واحدة. انت هون بايدي، ليش لحتى وافق صومك؟ لا تحكي بثقة كبيرة، رجال كتير فكروني صرت بايدهم وهلا هن تحت التراب. بدي منكم تتركوا فرمان، لما بعرف انه صار حر طليق بعطيكم للخاين يلي بيناتكم. فرمان؟ مين فرمان؟ سيدي عم يحكي عن ابن كارا. وانتو اخدتوا ابنه لكارا؟ لا سيدي، ما عملنا اي عملية. دقيقة اهدوا.
بدي احكي تليفون. وقف وقف، اوعك تتحرك. الو كارا، كيف عرفت انه الامريكان هن اللي اخذوا فرمان؟ ليش مين بده ياخذوا غيرهم يا مراد؟ بس الامريكان عم بيقولوا مو عندهم. وانت منين بتعرف؟